احنا تو قدام مطعم لسافران لك حابين نجربوا تجربة الاكل التركي، تو نحاولوا نكتشفوا مع بعضنا من داخل. يتميز المطعم بتلاله مزيانة برشا على البحيرة واحد، بالنسبة للأسعار تنجم تقول مقبولة نوعا ما، واللي شدني زاد تنوع الأطباق التركية في المطعم. والحاجة الحلوة انه مع الاتلالة المميزة متخلقش وقت تستنى الطلب متاعك. بالنسبة لنا طلبنا بلا كباب وبلا شيش طاووق. في الاول قدموا لك هريسة عربي وصوصة لاي ومعهم خبز تركي. استنى شوية ويقدمولك الطبق الرئيسي اللي فيه فلفل وطماطم مشويين وبرغل وسلطة، وزيد معاهم الكباب ولا شيش طاووق. في الاخر طلبنا كنافة، واللي جربت قبلها المرة بحكم تجربتي كانت من قبل ما تاكل في تونس، بنة ونظافة وكاليتاج بن طيار، بالنسبة لسومها محترم برشا. خذينا معاها تي تركي وكتجربة كانت مزيانة برشا.
فيه.